وأود أن أشير إلى أمر في خارج هذه الأحاديث، وهو أمر انتشر وينتشر في الآونة الأخيرة وفي مجتمعات أخرى، وهو التشبه بغير المسلمين، وهو التشبه بغير المسلمين، حتى وصل بعض الشباب أو بعض الناس أو بعض الأطفال إلى أن تشبه بغير المسلمين في أراضي للأمور، فغير المسلمين قطعوا بناطيلهم قطع بن طالح، غير المسلمين أسقطوا سراويلهم أسقط سرواله، غير المسلمين قصوا شعورهم قصه لا تسر الناظرين قص شعره، غير المسلمين علق في إذنه حلقا علق، غير المسلمين لبس في يده أساور لبس، غير المسلمات قصرن الثياب فوق الكعب قصر النساء، غير المسلمين يرقصون رقصات فورنايت وغيرها من هذه الرقصات رقص، وهذا أحبتي خطر خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، من شدة التشبه وعدم التروي وأخذ كل ما يأتي من الغرب دون تفكر، ما يأتي من الغرب أحبتي من شعارات وعادات وأخلاق وديانات هذا لا يجوز لنا أن نتشبه بهم، وما أتى من الغرب من صناعات وعلوم هنا نافس، هنا نافس، اصنع طيارة وكن اقتصادي ماهر أو وكن مهندسا متقنا بارعا، لكن أصبح عند البعض خلط تأثر بالحضارة الغربية وبهرجها فقلدهم في أدنى ما يفعلون، فقلدهم في أدنى ما يفعلون، وهذا أحبتي إذا أتى إنما أتى من ضعف داخلي عند بعض الناس، وإلا فالإنسان المعتز بإسلامه المعتز بعروبته المعتز بوطنيته وهويته لا يقلد غيره،